الكاردينال الراعي يدعو إلى إحلال السلام في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في هذا الخصوص. وزير الدفاع الألماني يجدد معارضة بلاده للتدخل العسكري الخارجي في سوريا، مؤكدا أن مثل هذا التدخل يشكل سيناريو سلبيا لتطور الأحداث ولن يساعد في معالجة الوضع. وزير الدفاع الأمريكي السابق يعترف بأن بلاده سترتكب خطأ إذا تدخلت عسكريا ضد سوريا. الحكومة العراقية تدعو إلى تنسيق إقليمي لمواجهة الإرهاب والتطرف الذي يهدد المنطقة. العمال التونسيون في صفاقس يحتشدون بتجمع ضخم تأييدا ونصرة لسوريا وتنديدا بالعدوان الصهيوني الغاشم على مواقع في سوريا. العلماء المسلمون الهنود يدينون الجرائم الإرهابية للمجموعات المسلحة في سوريا ويعلنون وقوفهم إلى جانب سوريا بمواجهة الحرب الأمريكية الصهيونية الخليجية. وحدات من جيشنا الباسل تواصل دك أوكار الإرهابيين وملاحقتهم في الغوطة الشرقية وتحكم الطوق على بلدتي جربة والبحارية. وحدات من قواتنا المسلحة تقضي على إرهابيين من جبهة النصرة في عدرا والنبك بريف دمشق. قواتنا الباسلة تقضي على إرهابيين بينهم جنسيات غير سورية وتدمر أوكارهم وأدوات إجرامهم في دير الزور. إصابة عدد من المواطنين بجروح جراء سقوط صاروخين أطلقهما إرهابيون من جبهة النصرة في بلدة حلفاية على المنازل السكنية بمدينة محردة بريف حماة. عشرات الآلاف من المتظاهرين الأتراك في أنقرة واسطنبول يعتبرون أن سوريا ستكون مقبرة لأردوغان ويطالبون أمريكا بوقف تدخلها في سوريا. مقتل 7 عراقيين بينهم 4 نساء في هجومين إرهابيين ببغداد. قوات الأمن اليمنية تحبط محاولة تفجير إرهابية في شارع 60 بصنعاء. وروسيا تعلن عن بدء تشكيل قوة عسكرية بحرية دائمة في البحر المتوسط.